وينضم إلينا من اسطنبول العميد أحمد بري، المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك سيادة العميد. ما حقيقة الشكوك التي تثار حول ما قيل إنه اتفاق بين تنظيم الدولة ونظام الأسد في رفي حماة وإدلب؟ أولا بالنسبة لما يحدث حاليا، النظام كالعادة يحرك الدواعش بأوامر منه وبأوامر من إيران باتجاه الأماكن اللي هو صعب عليه أو غير ليس باستطاعته العمل بها. كلنا نتذكر قصة تسليم الرقة، تسليم المناطق الثانية والأخرى. هلا الدواعش لو قرينا الخريطة من شهر، الدواعش محصورين بمنطقة ضيقة كثير. منين عم يجي السلاح؟ منين عم يجي المال؟ منين عم يجي الحركة؟ النظام دعمهم بسلاح ودعمهم بالذخيره وعمل معهم معارك وهميه، سلمهم الذخيره واعطاهم طرق للدخول باتجاه ريف حماه وريف ادلب الشرقي. البارح النظام طبعا مشغول بمعارك بريف حلب الجنوبي وريف طيب حماه الشمالي، سيادة العميد، بمعارك قويه. ما الخطر الذي يمكن أن يشكله تقدم التنظيم في إدلب، وكيف يمكن للثوار أن توقف أو أن توقف هذا التمدد؟ الثوار رح يتوقفوا، ولا نحن ما فارق معنا، انهجم النظام وانهجم داعش نفس الشيء عدو. ولكن اللي عم بيصير انه النظام حاليا مشغول بالقتال في ريف حلب الجنوبي وفي ريف حماة الشمالي، وبالتالي هاي المنطقه هي اعتبر مثل الخاصره على الثوار. قدم الدواعش بحيث يصير استنزاف للثوار بنفس الوقت بالمنطقه هون، بنفس الوقت هو بيكون يتفرغ من القتال بالشمال يعني هو عم يستخدم كزراعه لإله مشان يستنزف الثوار المقاتلين بالذخيره وبالرجال وبكذا ويجبرهم على المعارك الثانيه. جزيل الشكر المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد بري، كنت معي من اسطنبول.